يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حلفت وأقسمت بالله العظيم 5 مرات على أن أفعل هذا الأمر غدا، وكنت في حالة غضب حلفت وأقسمت بالله العظيم 5 مرات على أن أفعل هذا الأمر غدا، وكنت في حالة غضب، وفي اليوم الثاني ندمت فلم أفعل هذا الأمر الذي أقسمت عليه، فماذا علي الآن؟ وما يعني أمر لا يجوز، حلف أنه يفعل أمرا لا يجوز وهو غضبان، الكفارة عليه كفارة اليمين، ولا يجوز يفعل الشيء الممنوع، يكفر كفارة يمين، ويكفي كفارة واحدة عن جميع الأيمان المكررة، تكفي واحدة. نعم. والغضب إذا لم يزل الشعور فإن صاحبه يؤاخذ، أما إذا أزال الشعور صار ما يدري ما يقول فلا تنعقد يمينه لعدم القصد. نعم.